السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة يعني أكبر من توقعاتي بكتير 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 وفضل كبير من ربنا عليا. قرار رقم 134 لسنة 2022، المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية المستشار الخاص لدى الأمم المتحدة، قرر المجلس برئاسة السفير عماد طارق الجنابي، سيادة السفير قرروا برئاسة المجلس تعيين الطبيب رامي محمد إسماعيل موسى بمنصب مستشار المجلس للشؤون الطبية للشؤون الصحية والمستشار الدولي لدى المجلس. يعني خلاص كده بقيت في الأمم المتحدة بقى، ويعني تمثيلي لمجلس الأمم المتحدة تمثيل كبير، الله أعلم إيه المهام اللي هتبقى محطوطة عليا، بس أنا كل هدفي إن أنا ألف العالم، أكلم الناس كلها في العلم وأفيدهم بالعلم ونفع العلم ونشر العلم ونفع الناس، وأكلمهم عن ربنا وأعرفهم قدرة ربنا في خلق الإنسان، فالناس تدخل في دين الله أفواجا زي ما ربنا بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كده هيبقى ليا حصانة دبلوماسية الأيام اللي جاية، وأنا بكرة طيارتي على سويسرا إن شاء الله وهعمل لكم فيديو من هناك. سعادة كبيرة من قلبي ان يبقى قرار زي ده من المستشار الخاص لدى الامم المتحده بتعيين المستشار المجلس للشؤون الصحيه ومستشار الشؤون الدوليه في المجلس، حاجه كبيره ما كنتش اتوقعها وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وربنا يوفقني في اللي جاي. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، تحياتي ليكم في رعايه الله. بكره اشوفكم في سويسرا ان شاء الله.